قصتي بدأت في التصوير في عام 2010 عن طريق أحد المشاريع الرائدة ما بين الأردن ولبنان، كانت موضوعها عن طريق موروث ثقافي. هسا إحنا كمصورين طبيعة أول إشي لازم نتعلمه كيف نستنشق الضوء، فكل ما كانت عملية استنشاق الضوء أفضل كل ما صار عندك إحساس داخلي إنك لازم تحاول تجمد هاللقطة لتحصل عليها. فلما تشوف ضربة الضوء على شجرة أو على رمل أو بأي مكان موجود بالدنيا هيك بصيبك إحساس داخلي إنه هذا الشيء لازم توثقه، لازم تسجله في ذاكرتنا. بالنسبة للتصوير في الصحراء في عندنا بتواجهنا كثير مخاطر. أول إشي درجة الحرارة، أحيانا بتكون بالنهار كثير عالية وبالليل بتكون يعني توصل أحيانا درجة تجمد، لدرجة أحيانا بننام وبنصحى بنلاقي عن صقيع. فبرضه خاطر لما تطلع جبال وتسلق جبال أو تنزل جبال، في برضه فرصة لانزلاق من الانزلاقات اللي بتصير بالحجار. لو جينا شوي على التصوير الفلكي، تصوير النجوم له رونق آخر، بعطيك نوع من التأمل ونوع ليش؟ لأنه أنت بتشوف بعد ثالث أو ما يسمى بالبعد الرابع. انت لما تقول من طبيعه عندك من الارض للجبال ممكن تقيس مسافه، بس لما تقول من الجبال للسماء المسافه لا متناهيه، فبعطيك نوع من التامل الكبير. ممكن بقول افضل جائزه حصلت فيها او حسيت فيها كانت لما وصل لي خبر انه تم تقييم احد اعمالي من افضل 24 صوره في العالم، حيث كان عدد المشاركين اكثر من 12500 مشارك. بالنسبه للصوره لها اكثر من معنى، الصوره عباره عن ظل ونور، اذا قدرت اقرا الظل والنور بشكل صحيح فانا قدرت احصل على صوره.